الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهاته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخواني المسلمين، إنكم تعلمون جيدا أن الصلاة من أهم فرائض الإسلام. إنكم تعلمون أن الزكاة فرضت على هذه الأمة بنزول الوحي، وأنتم تعلمون أن الحج فرض على المستطيعين من هذه الأمة بنزول الوحي، ولكن الصلاة حينما أراد الله عز وجل أن يفرضها ويجعلها فريضة على هذه الأمة، فرزق الله عز وجل حبيبه ونبيه ومصطفاه نعمة الإسراء، نعمة المعراج، والله تبارك وتعالى منح رسوله الكريم ونبيه العظيم وبواسطته هذه الأمة الجليلة الصلوات المفروضة عليهم. وأنكم تعلمون أيها المسلمون هذا، أن الصلاة حينما فرضت أولا كان عدده 50، ورسول الله موسى عليه السلام أصر على تقليل هذا العدد، على تخفيف هذا العدد، فالرسول صلى الله عليه وسلم نظرا لشفقته على هذه الأمة سأل الله عز وجل التخفيف، فالله عز وجل خفف من هذا العدد حتى انتهى هذا العدد إلى 5 صلوات. سيدنا موسى عليه السلام كان يصر بعد ذلك أيضا أن يسأل الله عز وجل التخفيف، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل بعد ذلك، فقال: أرضى على هذا العدد. هذا العدد 5 صلوات، كيف نحن لا نقيمها، لا نواظب عليها، لا نداوم عليها؟ يجب علينا أيها المسلمون أن نقيم الصلوات المفروضة بالرغبة والشوق والإخلاص والخشوع والهدوء. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم من آيات الذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر، رؤوف رحيم، ورب حليم. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون إن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم فقال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان نمسكر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاثرتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.